نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للكلمة التي قالها أخونا حسين جزاه الله خير، أقول بعد الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جمعنا في بلد الخير في مكان عزيز. هذه المسألة مسألة أمة وليست مسألة شخص، وهذه من سعى بها كمن يسعى على الأرامل والأيتام، والله عز وجل يقول من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فلذلك هذه أمة مصيرها كلها مربوط بهذا القرار. لا أظن على أن أطرف عنزي ممكن أن يقصر في ذلك. أما بالنسبة لمشايخ عنزي جزاهم الله خير، أنا أكيد على أنهم كلهم بذلوا كل ما يستطيعون، وإن شاء الله لقد سمعناها من والدنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين أنه سيحل هذه المسألة في القريب العاجل إن شاء الله، وسوف نزف لكم هذه البشرى عن قريب بإذن الله تعالى. وهذا نعتبره تكليف وليس بتشريف، وهذه مسؤولية نسأل عنها أمام الله يوم القيامة، وهذه من يقصر بها مستحيل أن يكون لا من هذه الأمة العريقة، هذه الأمة التي خذلت وكسرت كسرى في الجاهلية وأعزت العروبة والإسلام، عزت العروبة في الجاهلية والإسلام في صدر الإسلام، وعلى مر كل العصور كان لها السبق لنصرة هذه الأمة العربية والإسلامية بما يحب الله ويرضاه. فهذه الأمة في جزيرتها وفي دارها في مملكة الخير وتحت قيادة والدنا سلمان حفظه الله في المملكة العربية السعودية، فهذا منبعها ومنها وإليها، فمستحيل أن يقصر أحد في ذلك. وخادم الحرمين إن شاء الله سوف يزف لكم البشرى عن قريب في حول الله إن شاء الله. ان شاء الله الاحرز خليك ابدر تصور ولا تصور اخواني. هذه كلمه لسمو الامير نايف من فوز الشعلان بعد ان وجهت نداء الى الشيوخ عنزه، وهم من ضمنهم الله يحفظهم ويحفظ الجميع، ونسال الله ان يديم علينا نعمه الامن والامان ويحفظ لنا ولاه الامر خادم الحرمين ولي العهد ولي العهد ويحفظ